نعم، هناك منذ بداية المعركة في طوفان الأقصى من الأسبوع الأول أصبح مخزون العدو الصهيوني فارغ، لولا ما أن حضرت البوارج الحربية والدعم اللوجستي والدعم العسكري، وإن كان من الولايات المتحدة الأمريكية أو من بريطانيا وألمانيا. فنحن نعرف أو عرفنا أننا لا نقاتل فقط العدو الصهيوني، بل نقاتل جميع الدول الكفر، جميع الدول الأجنبية. وكان طبعا هناك دول عربية مساندة لنا، الحمد لله رب العالمين، العراق واليمن ولبنان والجمهورية الإسلامية وسوريا. ولكن هناك من يجاور هذا القطاع المبارك، قطاع غزة، لم يساندوا هذا القطاع، لا بل تآمروا عليه ودعموا العدو الصهيوني وفتحوا له الأسواق. واليوم في مصر، هذه تقصد مصر؟ المعركة تقصد كان مصر؟ هناك مصلح تقصد أسطوري مصر؟ منطقة جباليا في اليوم 18 لهذا الحصار. هناك كمائن لكتائب القسام وسرايا القدس. واليوم شاهدنا فيديو دعم من إخواننا في سرايا القدس إلى المقاومة الإسلامية في لبنان، يقولون نحن معكم، وحدة الساحات، ويقولون وليثبتون للعالم أن المقاومة الفلسطينية في غزة ما زالت بخير